مستمرين وفي نفس الحكاية. معانا دلوقتي على التليفون دكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين. طيب لسه لحد ما دكتور مدحت يكون معانا على التليفون بنتكلم مع حضراتكم عن الاجتماع اللي عملته جمعية المؤلفين والملحنين المسؤولة عن تراث أم كلثوم تحت عنوان حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر والمشكلة القائمة مع المنتج محسن جابر على التصرف في هذا التراث وحق الملكية، ويمكن رد المنتج محسن جابر وقال إن هو لم يتم دعوته مع إنه كان المفروض يكون موجود ويرد. دلوقتي معانا على التليفون دكتور مدحت العدل، مساء الخير على حضرتك يا دكتور. الاول كل سنه وانت طيب، 113 سنه زمالك، كل سنه وانت طيب وعام سعيد جديد عليك يا رب. ولو تقول لنا رايك في اللي بيحصل النهارده في جمعيه المؤلفين نتاج لهذه الاجتماعات اليوم. رايي ببساطه، احنا بندافع عن حقوق موجوده سواء للسيده ام كلثوم وورثتها سواء للمؤلفين والملحنين. احنا لسنا اصحاب مصلحه من اي نوع كجمعيه او يعني كرئيس الجمعيه، مش حد فينا صاحب مصلحه، ممكن تبقى شركه خاصه صاحبه مصلحه. بس انا كمدحت العدل ماليش اي مصلحه من اي نوع، او مجلس الاداره ملوش مصلحه من اي نوع في ان احنا، غير ان احنا بنجيب حقوق الناس. وعلى فكره يا جماعه، ورثه الفنانين مش كلهم ورثه عبد الوهاب ولا بليغ ولا ام كلثوم، ده في ورثه يا جماعه يحتاجون الى اي شيء عشان يكملوا حياتهم، والورثه بتاعهم كانوا ملء السمع والعين والبصر. يعني حضرتك هنا شايف انه انحياز للحق وللورثه الحقيقيين طبعاً، مش لشركه صوت القاهره. يا فندم انا مش صاحب اي مصلحه، انا كمدحت العدل او فوز ابراهيم او اي حد من الجماعه، هو مش صاحب مصلحه في حاجه غير ان احنا بنحق الحق لاصحابه. النهارده طلعنا اوراق واضحه وتنتشر في كل الاعلام عن التنازل اللي عملها السيده ام كلثوم لشركه صوت القاهره والورثه بتوعها وهكذا، فكل شيء باين وواضح. القضيه اللي كسبها الطرف الاخر وخد فيها تعويض من شركه صوت القاهره 1.5 مليون هي قضيه ليست لها اي علاقه بحقوق ام كلثوم. القضيه عباره عن فض شراكه بين شريكين ملهاش اي علاقه، زي ما انا بضرب المثال ده، انا عملت مع حضرتك لا قدر الله حادثه عربيه وبدفع لك تعويض للعربيه، صح؟ حضرتك ترجعي تقولي لي انا خدت عليك حكم على العبد جروب ولا بنتكلم على العربيه؟ على العربيه، بنتكلم على العربيه، ملوش علاقه. فده بالظبط اللي حصل، ان الطرف الاخر كسب قضيه فض شراكه بينه وبين صوت القاهره، فاعتبر ان القضيه دي لها علاقه بحقوق ام كلثوم، وده مش حقيقي، ده خلط للاوراق و باطل حق يراده به باطل بس. طيب هل حضراتكم معنيين بانه مساله هي اي شركه اللي تحافظ على هذا التراث، اي شركه اللي تحديدا يعني بيبقى فيه بعد كده رقابه على بيع التراث ده، ما هو لو ملكيته لاي شركه؟ طبعا ادفع حق الناس والورثه واعمل اللي انت عايزه، محدش هيقول لك لا. احنا مش رافضين ان الناس تعمل حفلات لام كلثوم ونجران، ولا رافضين عبد الحليم، اعمل ده وكل حاجه في الدنيا وخلي الاغاني تنتشر والناس تسمعها، بس ادفع حق الورثه. انت بتكسب من ورا الحفله، ليه مش عايز الورثه يكسبوا؟ انا لما جيت اعمل مسلسل لعبد الحليم دفعت الورثه عبد الحليم، لما جيت اعمل مسلسل لسعاد حسني ما اتعملش، دفعت الورثه سعاد حسني. مش معقوله انا المنتج اللي بكسب من ورا العمل واصحاب الحق الاصلي ما يكسبوش. طب يا دكتور مدحت لو حضرتك عندك الاجابه، ليه ما تمش دعوه استاذ محسن جابر يرد في المؤتمر الصحفي عما هو منسوب اليه؟ مؤتمر صحفي انا مش لازم ادعو، انا ادعو اللي انا عايزه. مش مطلوب ده، مش من ولا هو حق اصيل لحد ولا اي حاجه. احنا لما نزلنا البيان الاولاني ما نزلناش عشان خاطر الطرف الاخر، احنا نزلنا بشكل عام بنقول ان في حقوق. هو رد دخل اسم بشكل شخصي في الموضوع، وانا مش في مجال الرد دلوقتي يعني، وانا نزلت بيان. فاحنا بنعمل مؤتمر صحفي ندعو اللي احنا عايزينه، احنا مش مطالبين نعرض او ندعو فلان هو يعمل مؤتمر صحفي هو كمان ويدعوني وانا اروح او ما اروحش، ده موضوع ملوش علاقه باصل القضيه. انا بشكرك شكرا جزيلا على الايضاحات دي دكتور مدحت العدل رئيس جمعيه المؤلفين والملحنين والناشرين، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.